كل قضية اللي بضايق أصحابه. هاي مسألة كتير شاغلة بال المعلمين المربين والأهالي. ولد عمره 4 سنين بتقول بغلس على أصحابه، بغلس يعني بضايق، مرات كتير ببصق على أصحابه، مرات كتير بضرب بقرص. إسا كلنا منيجي نستخدم وسائل اللي فيها نستفزه، حرمته، عاقبته، حكيت معه وما في فايدة. لما انت شفتي انه ما في فايدة، ليه بتضلك تستخدمي هذا الاسلوب؟ بعدين ليه بتستخدمي كل مرة اسلوب؟ بدنا نثبت. على ايش نثبت؟ نمدح سلوك مستحب ونبطل نركز على السلوك غير المستحب. يعني لما بروح من الروضة وانت عرفتي انه هو ضايق اصحابه، بدل ما تبتدي تحرمي وتوبخي وتأنبي، ابتدي امدحي. امدحي ايش؟ سلوكه المستحب. في السلوك المستحب تابع للقيم، يعني مثلا بشكر، بتعاون، بساعد، بتنازل، بشارك. هاي انواع من السلوكيات موجودة عند كل الاطفال. مش ممكن اذا بتيجي تقولي لي ما فيش، راقبي وشوفي، جيبي كبارة يا اختي وراقبي. ابنك عنده سلوكيات مستحبة كتيرة، إذا بتفوتي على غرفتي بتشوفيه عم برسم، هاد سلوك مستحب. بتطلعي مع الساحة بتلاقيه قاعد بلعب على العجلة تبعته، هذا سلوك مستحب. عم بنط مع الطابة، هذا سلوك مستحب. يعني عم بعمل أنواع من التصرفات اللي بتساعده على تطور شخصية سوية. ليش ما تركزي عليها؟ ليش ما تمدحيه وتقولي له ياي شو مبسوطة منك، ما أحلاك ماما، انت عم تعمل هيك، يا الله تعالوا تعالوا. ونادي ابن عمه، نادي البطل بالقصة، نادي الكلب، نادي البسة، نادي الشجرة. احكي مع كل حدا بيجي على بالك وقولي له تعال تعلم، تعال تعلم من أسمي اسمه، شوف شو عمل واحكي شو عم بعمل، شوف كيف ساعدني، شوف كيف رتب الطاولة معي. انتبه، طلع كيف اخذ اخوه عبطه، خد شوف كيف ساعد اخوه لما وقع عن الارض، شاله عن الارض. كل سلوك مستحب بتركزي عليه لمدة 3 اسابيع بتلاشى السلوك غير المستحب. صدقيني هذا كتير اسلوب تربوي اللي بيثبت السلوك المستحب وبخلي السلوك غير المستحب يتلاشى يوم ورا يوم. الآن في الروضة المعلمة كمان، المربي كمان لازم تنتبه لهذا الطفل. هذا الطفل كان يتوبخ، كان يتصرخ عليه، كان ينحرم، كان ممنوع يطلع على برنامج على استراحة. لا لا، ما تستخدموا هذا الأسلوب. انتبهوا له في أنه لما يقوم بسلوك مستحب، للمربي بحكي، وما تخلوا أمه تعرف، ما تشاركوا أمه، أنت بتعرف أكثر من أمه. أنا صرت ألاحظ أنه الأهالي صاروا يعرفوا أكثر. لا، أنت تأهلتي، أنت تعلمت كيف تتعامل مع مشاكل الأطفال. ركز على السلوك المستحب وامدحه، وخلي ولاد صفه كمان يسمعوا. ليه؟ لأنه بتصير عدوى. أما لما بدلني أوبخ، ألوم، أحرم، بتصير عدوى برضو كمان. احنا بدناش تصير عدوى السلوك غير المستحب. واعطيه مكافآت، رغبه. اسا في إلك، رغب الطفل على انه يكرر سلوكه المستحب ويتلاشى تدريجيا سلوك غير المستحب.